السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام، نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج وين السحور. سحورنا اليوم من الوجبات الرئيسية على مائدة السحور، وجبة السمك. وبما أننا نحن اليوم موجودين في سوق السمك بمدينة كلباء، راح ناخذ سمكنا الطازج من هنا، ومن بعدها راح نروح للمطعم اللي راح نسحر فيه مع ضيفنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ زين الحمد لله. عندك سمك طازج اليوم؟ ايه اليوم طازج، في كل سمك طازج هذا اليوم. شو موجود عندك؟ هذا بيفي جديد، هذا بعد كوفر في شعير، في بعد الصال، بعد النقرور، في حامور، في بعد السبرين، في ما شاء الله نغر، في قبو، في عندك قبو وربيان، كل شيء في وانواع مختلفة طبعا من الاسماك. راح ناخذ اسماكنا من هني، بعض الاسماك المختلفة، راح نروح لمطعمنا ونتعرف على ضيفنا. تابعونا علشان تتعرفون على وجهتنا لهذا اليوم. وصلنا مطعم الزبيدي لطهي الأسماك الموجود في السوق القديم لمدينة كلباء. بعد ما اشترينا سمكنا الطازج، الميزة في هذا المكان أنك تقدر تشتري السمك وتشويه في نفس اللحظة. سحورنا اليوم راح يكون مميز، تابعونا. السلام عليكم، كيف حالك؟ جهز لنا السحور إن شاء الله يكون سحور طيب. إلين ما يجهز سحورنا أنا أنتظر ضيفي، خلونا نتعرف عليه ونستقبله. ضيفنا لليوم احد ابناء مدينه كلباء، عنده طموحه كبير وبدا طبعا باحد الالعاب المميزه الجماعيه في نادي اتحاد كلباء وهي لعبه السله، بعدها انتقل الى لعبه ايضا فرديه وهي الدفاع عن النفس لعبه الكاراتيه. راح نتعرف عليه اكثر ونرحب فيه في هذه اللحظات. حياك الله اخوي صالح. الله يحييك اخوي خالد ونرحب فيك وجماعتك. حياك الله اخوي صالح ورحب فيك بهذا السحور الطيب. طبعا سحورنا اليوم طازج، انا بروحي اشتريته من سوق السمك هني في كلباء. الله يعزك ان شاء الله. وين هني مطعم الزبيدي، علشان ان شاء الله تكون سحور طيب معك ان شاء الله يا رب. خبرني كيف دخلت في هذا المجال لعبه كره السله من الالعاب الجماعيه، ولكن احيانا احنا ما نختار هذه اللعبه، دائما نحب نلعب كره القدم. صحيح، احنا كنا رايحين نسجل في النادي ورايحين نسجل كره قدم ما نلعب سله، لكن هناك شافنا مدرب الكرة السلة ويانا وقالنا تعالوا انا باكم وانتم لعيبة بتكونون عالميين وانتم لعيبة انتم الاولاد كبار طوال. يعني انت رايح كنت تلعب كرة قدم؟ كرة قدم وسحبكم. زخنا احنا رايحين كنا يعني انا واخوي وعمتي. نبدا سحورنا وناكل بصل. انزين رايحين تلعبون؟ ايوه الكورة. الكورة فزخنا واحنا ما نعرف صغار. بعدين خلاص سجلنا في السله ومشيت امورنا. يعني هل هي تدبست فيها ولا انه؟ والله هي انا في البدايه تدبست فيها لكن بعدين عجبتني اللعبه صراحه. يعني لو حبيت دخلت هني من هذا الموقف لعبت كره السله، وكم كان عمرك لما لعبت؟ والله كان تقريبا عمري في 13 14 سنه تقريبا. تعرف انا بقول لك شغله، حتى انا يمكن يعني لعبت كره السله. سبحان الله. وهذه اللعبه من اللعبات الجماعيه الحلوه الجميله. صحيح. ولكن لما كنت صغير بس نفس الموقف صار لي، انا رايح العب كره القدم ودبست نفس ما تدبست انا. ودبست مثل ما انت تدبست، ولكن بالنهايه لعبه جميله حبيناها. لا لعبه جميله والله، يعني رحنا فيها لعبنا بطولات الدوري وكاس. جميل. وانا صار لي يعني دخلت في تجمع المنتخب لفتره يعني، وبعدين ترى ما كملنا في يعني تدرجت في هذه اللعبه. اي نعم تدرجت. فاذكر ايام يعني البطولات يجيني المدرب يقول يلا اليوم في بطوله، كنا نروح اوقات انا ما ابغى اروح خلاص يعني، يقول يجيني والله المدرب للبيت
ويقول صالح يلا تعال اليوم عندنا مباراه وانا انخش يجيني ابوي الله يرحمه والله العظيم يقول لي قم سير المدرب حرام عليك موجود برا وعقب اشيل ملابسي واروح انسير. هذه من المواقف الحلوه الجميله اللي ما تنساها. نعم. ابغيك طبعا تجرب الاطباق الموجوده عندنا اليوم، عندنا الربيان وعندنا هذا السمك انواع من الاسماك من السيباس والسبريم والحبول مول. وطبعا هذه من الاطباق السلطات الموجوده. بيكون سحور دسم سحور خفيف احنا متعودين طبعا يمكن انا تدرجت بهاللعبه ووصلت يمكن لمرحله اول المنتخب، دخلت مع اعداد المنتخب ما شاء الله، وكانت ايضا يعني بالنسبه لك تجربه جميله الوصول لهذه المرحله. في بطولات حصلتوها وانت تلعب في والله لا حصلنا مراكز متقدمه في الدوري، بطولاتنا ما حصلنا على الفتره اللي كنا فيها حصلنا يعني مراكز متقدمه في الدوري. جميل يلا نجرب، خلينا ناخذها من من الاسماك. احط لك سمك ولا لا؟ ولا خذ انت براحتك عاد ترى سحور لازم يقول لك اخدم نفسك شو؟ نفسك. اذا هذه اللعبه لعبتها انت كره السله؟ لعبه صراحه في العاب ثانيه كانت انت يعني او اشياء ثانيه كنت تمارسها في نفس الوقت تلعب فيها كره السله؟ لا ذيك الفتره ما كان يعني شيء ثاني عندي غير كره السله بهاي الفتره. كملنا فتره طويله يعني في اللعبه هذه. جميل. من الامور اللي ايضا انا اتذكرها انا كنت اروح فوق سطح البيت اي الباص والمدرب نفس الشيء يدق الجرس وانت ما تبغى تصير. لان ليش انا اقول لك؟ يعني اختيار اللعبه هذه كان نادرا ما الشباب يلعبونها. صح. المدرب مسكين متوهق ما عنده لعيبه ما عنده مباراه شردون كانوا، لكن الحمد لله حققنا فيها بعد في بطولات في مختلف الانديه اللي نلعب فيها في المنطقه الشرقيه. سحور طيب سحور طيب ما شاء الله وما شاء الله المطعم مميز في الاكلات البحريه اللي قاعد يقدمها معروف يعني. بعد ما لعبت كره السله وصلت لمرحله من المراحل ان انت اليوم انضميت للجهاز الفني للمنتخب والاداري، انتقلت بعدها من هذه اللعبه الجماعيه الى لعبه الدفاع عن النفس وهي الكاراتيه. هذه اللعبه بعد يعني من الالعاب الجميله اللي واحد يتعلم فيها كثير من الحركات، دفاع عن النفس. احنا قبل لما كنا نتعلم بعض الحركات نروح البيت نتعلم على اخواننا ضاربهم في البيت. خبرني كيف دخلت هذه اللعبه وشو اللي حببت فيها بعد؟ والله انا جيت لعبه الكاراتيه تقريبا الحين صار لي 4 سنوات ما شاء الله على طول جيت فيها اداري في نادي اتحاد كلبا. دخلت ما كنت يعني اعرف لعبه الكاراتيه، شو لعبه الكاراتيه؟ كيف يلعبونها؟ شو المميزات اللي فيها؟ فلما دخلت وشفت اللعبه فيها اشياء يعني غريبه وعجيبه، انك انت كيف تدافع عن نفسك؟ كيف الحركات اللي انت تقدر تسويها بدون لا تعور ربيعك يعني في البطولات. جميل. خطه يبغى لها خطه. من وين بديت بالضبط؟ من النادي ولا من احد؟ طبعا في احيان تكون في انديه خارجيه. لا انا بديت في نادي اتحاد على طول في النادي. ما تدبست فيها؟ لا ما تدبست، خلاص طرح علينا اكيد هذه اللعبه مهمه. في مشاركات معينه شاركتوا فيها؟ بطولات حرزتوا بعض الجوائز؟ طبعا بطولات الموسم هذا كنا شاركنا فيها وايد، يعني احنا احرزنا فيها المراكز الثاني والثالث ما شاء الله. في كانت اخر بطوله عندنا كانت في بطوله دوليه صارت للجيره للشباب، وعندنا لعيبه اول مره شاركوا لنا ما شاء الله، يعني فيها لاعبين مصنفين الاول الثاني على العالم، يعني مشاركتهم في بطوله الجيره هاي تكون لهم خبرات واحتكاكات قويه في بطولات قادمه تكون خارج الدوله يعني. والحمد لله وفي عندنا بطولات ان شاء الله بتكون في رمضان، بطولتين في رمضان نتمنى فيها ان شاء الله يحصلون لعيبه على الذهب. ابغى اعرف انواع، في احزمه يقول لك احزام اسود احزام ابيض، شو سالفتها؟ شوف من البدايه اللعيبه كان يعني حزام الابيض انت خلاص صار بعدك مبتدئ،
بدايه مشوار وبعد الحزام الابيض اللاعب خلاص يدخل الفتره هذه اختبارات ياخذ فيها الحزام الاصفر ويتدرج من الاصفر برتقالي لين ما يوصل لحد الاسود على حسب المراحل اي حزام حصلت انت؟ لا لا انا ما دخلت اللعبه كإداري بس ما لعبت فيها اللعبه ما انضربت او شيء لا لا ما بعيد عنه جميل جميل صالح عند الاشخاص مسؤوليات كثيره صحيح اليوم مثل المسؤوليات اللي هي المجتمعيه مع الاسره سواء كانت او في خدمه المجتمع والاشياء اللي احنا طبعا الخاصه فينا مثل اليوم تروح تلعب كره السله الكاراتيه هاي هوايات انت تحب تمارسها في اوقات معينه وتحب تلتزم فيها واليوم ايضا خدمه المجتمع شيء جميل وانت موجود في مجلس ضاحيه السيله وهذه الثقه الكبيره اللي اولاها صاحب السمو لابناء لخدمه المجتمع وفي شهر رمضان اكيد في عندكم فعاليات مختلفه خلال هذا الشهر خلال هذه الايام المباركه خبرني شو مسوين للناس وشو قاعدين يعني تحضرونهم من الفعاليات ان شاء الله خلال الشهر هذا راح تكون عندنا برامج تفيد ان شاء الله اهالي المنطقه تكون حاطين احنا برامج طول الشهر هذا واستفيد منها ان شاء الله الناس والاهالي ان شاء الله جميل ومن خلال هذه الفعاليات اكيد راح يشارك فيها يعني فئات كثيره من المجتمع سواء كان اليوم صغار كبار في السن ويشغلون وقتهم خلال هذا الشهر الفضيل بالاشياء المفيده صحيح اللي تفيدهم يعني في يعني غير مثلا اليوم تخصص لك طبعا الجانب الديني قراءه القران وغيرها من الامور الخيريه اللي ممكن يعني تستغلها خلال هذا الشهر الفضيل. عجبك السحور؟ من الاخر اكرمكم الله جزاكم الله خير. سحورنا كان طيب اليوم من هذا المطعم مطعم زبيدي ومعروف طبعا هو في السوق القديم اللي موجود والاكلات البحريه اليوم جربنا احنا تنعد سوبريم والربيان سيباس وهذا اللي هو احنا نسميه حبول كافيار يقولون عنه او بيض السمك يعني مثل ما يقولون اخذت ناكل طيب بنكمل سحورنا نحن مع ضيفنا لليوم اخوي صالح وهذه السوالف الممتعه والوقت طبعا الجميل يمر بسرعه صالح نعم يمر بسرعه ومتعنا في هذا الشهر الكريم اتمنى لك ان شاء الله في هذا الشهر الفضيل ايضا ان شاء الله دائما الايام الجايه فيها خير وبركه ان شاء الله باذن الله نحن مشاهدينا يعني من خلال هذا اللقاءات نحب نعرف الناس على اهميه التواصل الاجتماعي ايضا يعني رمضان هو شهر فضيل ومن اهميته اليوم تتواصل مع اهلك مع ربعك ومن ضمنه طبعا اليوم السحور اللي احنا نتسحر دائما خارج المنزل خاصة الشباب. أحلى ما في رمضان هو التجمعات اللي على الفطور. صح. كل العيال وكلها والفطور غالبا يكون في البيت. في البيت. مع الأهل. نعم. يعني أحيانا تكون برا البيت. لكن أغلب شيء يكون في البيت يعني. لكن السحور خاصة الشباب مثل ما ذكرنا أنه نتجمع مع بعض والسحر. ونعرفكم أيضا من خلال هذا البرنامج والجولات اللي طبعا تكون بصحبة ضيوفنا المطاعم اللي ممكن تكون مناسبة. وجبة سحور إن شاء الله تكون هنية علينا وعليكم نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة في أمان الله.